قصة الزومبي، قصة الإيثر، قصة ريكتوفن وماكسس ودكتور مونتي وشخصيات بريمس راح تنتهي مع الحزمة الرابعة للأسف. تابع الفيديو لتعرف التفاصيل. السلام عليكم شباب، معكم شركيات وشركات كيا، جاكم فيديو جديد. شباب أول شيء أنا آسف على السحبة، صار لي من فترة تقريبا قاعد أحمل بالأسبوع فيديو واحد، أنتم متعودين علي كل يومين فيديو، بس للأسف عندي ضغوط بالجامعة بشكل جدا كبير. اللي ما يدري قاعد أدرس هندسة مدني آخر سنة، فضغوط بشكل جدا كبير. أعطل بشهر 6، فمجرد ما أعطل راح أحملكم إن شاء الله كل يوم فيديو أو كل يومين فيديو وبث مباشر. حاليا استحملوني هالشهر بس راح يكون فيديوهين أو فيديو كل أسبوع. أوكي، فاللي ما يدري قصة الزومبي، قصة الإيثر، موب أوف ذا ديد، أورجنز، بريمس، دكتور مونتي، شادو مان، ترانزيت من كينو دير توتن لريفيليشن أو بلود أوف ذا ديد راح تنتهي مع الحزمة الرابعة للأسف. يعني حاليا الحزمة الجاية راح تكون بشهر 6 أظن، 20/6 25/6 هذا اليوم اللي متوقعينه الناس، راح تكون الحزمة قبل الأخيرة. والحزمة الأخيرة اللي هي تكون شهر 8 راح تكون هاي خلاص نهاية قصة الزومبي، نهاية قصة الإيثر إلى الأبد. طبعا قبل لا أتكلم عن رأيي عن هالموضوع وهل فعليا هالكلام صحيح ولا ممكن يكون غير صحيح، خليني أحكي لكم من وين المصدر. المصدر من بث مباشر على قناة رايارك، كانوا قاعدين يتكلموا فيه على آخر تحديث لبلاك أوبس 4 من الكلام، وكانوا جايبين شخص اسمه ريغ هيوستن. هذا الشخص هو كاتب قصص الزومبي، فكانوا قاعدين يتكلموا على الابديت اللي عملوه للزومبي مثل تعديل بعض الأسلحة وغيرها من هالكلام، وكمان كانوا قاعدين يتكلموا عن طور الجونتلت لماب، نسيت اسمه، ديد اوف ذا نايت، لماب ديد اوف ذا نايت، فضافوا طور الجونتلت. ما راكذب عليكم للحين ما لعبتها، اترككم من ضغط الجامعة. لو عندي وقت فاضي بتكون اولويتي اسوي فيديوهات لليوتيوب بعدين العب، فاذا شايفيني ساحب على اليوتيوب فمعناته اني ساحب على البلاي ستيشن، فما لعبت لحد اللحظة. فالمهم بنهاية البث المباشر قال اوكي خلني الحين ارجع اشتغل على نهاية قصة الزومبي بالحزمة الثالثة. بالانجليزي اللي حكاه بالانجليزي بالحرف I'll go now to conclude the Aether storyline with DLC 3 and 4. بالعربي رايح حاليا اكتب نهاية قصة الإيثر بالحزمة الثالثة والرابعة. استعمل كلمة conclude. Conclude يعني خلاص النهاية، إنه يكتب النهاية لهالقصة. Well, I've just got to go and keep working on DLC 3 and 4 to conclude the Aether storyline. So I'm very busy with that, and that's all I'm going to say, John. No big deal. It's exciting. No pressure. Yeah. All right. طبعا طلعت كتير تسريبات انه في 15 ماب زومبي، فالتسريب اللي طلع من فترة انه في 15 ماب زومبي، وعمل فيديو من فترة حكيت لكم اكيد في 15 ماب زومبي. طلعت كتير تسريبات تأكد هالكلام، وانه في سيزون اول وسيزون تاني للزومبي، انه سيزون هالسنة بنهاية الحزمة الرابعة، بعدين السنة القادمة مع كول فيوتي القادم راح ينزل سيزون قادم يعني مابات زومبي لبلاك اوبس 4 مو لجزء كول فيوتي القادم. فطلعت كتير تسريبات وهالتسريبات شبه مؤكدة، بس الواضح انه نحن توقعنا انه 15 ماب زومبي صح؟ نحن حاليا عنا 4 مابات، وكنا قاعدين نقول انه لسه في تقريبا في تقريبا لسه 11 ماب، فكنا متوقعين انه السيزن الثاني هو هالسيزن الثاني يكون في مابين لقصة الإيثر، مابين لقصة الفوضى، وخلاص ينهوا قصة الإيثر مع المابين القادمين ومابين لقصة الفوضى، وباقي 6 مابات تكون ريماستر اللي هي ترانزيت، بيريد، نيوك تاون زومبي، كول اوف ذا ديد. كنا متوقعين هالشيء، فشكله هالكلام هالتسريب صحيح، بس السيزن القادم ما راح يكون مابين لقصة الفوضى ومابين لقصة الإيثر، لا راح يكون 4 مابات لقصة الفوضى وست مابات ريماسترد ما لها علاقة بالقصة. يعني خلاص هل الحزمة الرابعة تخلص القصة بعدين ينزلون لنا 6 مابات نفس الحزمة الخامسة ببلاك اوبس 3، لما شفنا مابات كينو دور توتن واسنشن وكذا كانت مابات نلعبها بس ما لها علاقة بالقصة، لها علاقة بالقصة نوعا شكل من الاشكال بس مو شيء جدا مربوط بالقصة. فنفس الشيء راح نشوف ترانزيت، بيريد، دايرايس، نيوك تاون زومبي، كول اوف ذا ديد، هالمابات كلها راح نشوفها مع السيزون القادم، بس ما يكون لهم علاقة بالقصة، خلاص القصة تنتهي مع الحزمة الرابعة. فهذا شكله اللي راح يصير. طبعا تقريبا خلينا نقول 90%
90% مصدق انه قصة الزومبي انتهت خلاص، بس في نسبة ولو جدا بسيطة انه لا، لانه لو تتذكروا على بلاك اوبس 3 على ماب ريفيليشن قبل ينزل ماب ريفيليشن لمحوا لنا انه خلاص هي نهاية قصة الزومبي، يعني حتى حطوا فيديو انه جود باي زومبي وورجونا تاريخ الزومبي ولوين وصلنا وشكرا للاعبين الزومبي وشكرا لكوميونيتي الزومبي، فكلنا من اسلوبهم او كيف قاعدين يتكلموا معانا فهمنا انه خلاص هي النهاية، فهمتوا علي؟ حتى حطوا فيديو انه كل قصة لها بداية ونهاية اللي هي ريفيليشن، بس بعدين لما لعبنا ريفيليشن وشفنا كاتسين النهاية عرفنا انه لا مستحيل تكون هذه النهاية، فاستوعبنا او يعني جمعنا نقاط وشفنا انه لا لسه في تكملة، فحاليا ما عملوا هالفيديوهات انه هذه هي النهاية وشي من الكلام لا، بس الكاتب القصة حكاها بشكل جدا واضح انه رايح حاليا اكتب نهاية قصة الايثر بماب الثالث والرابع، فما ندري ان شاء الله ما تخلص القصة. انت هل انتم من الناس اللي ودكم تنتهي القصة او لا؟ انا مع وضد، بس ضد اكثر، مع ما ابي اللي يمطوا في القصة يحلبوا القصة وتخرب، في كتير قصص بدأت عظيمة بعدين من الشركات انه تبي تعصر القصة هي وتطلع فلوس منها تلاقي يحلبوها ينزلوا اشياء فيلر اشياء ما لها علاقة عشان بس يعني حلب، نفس مثلا بالنسبة الي مسلسل The Walking Dead، مسلسل عن الزومبي ما له علاقة ببلاك ووتش، مسلسل عن الزومبي ثم The Walking Dead كان من احلى المسلسلات اللي عندي وحاليا ساحب عليه من وراء الحلب اللي صاير فيه، فاظن معظمكم اللي يتابع انمي، انا ما اتابع انمي بس عندي كتير اصحابي يتابعوا انمي حكوا لي انه في انميات خرافيه بس يعني تكون 1000 حلقة يحطوا كتير حلقات ما لها داعي، فما ابي نفس الشيء يصير مع قصه الزومبي، بس كمان ضد النهايه لانه مابين والله ما تكفي على الاقل 4 مابات، يعني احنا متوقعين انه بعد ما شفنا كاتسين بلود اوف ذا ديد بعد ما اخذنا حجر النار من بلود اوف ذا ديد عملت كتير فيديوهات توقعت انه راح نشوف كمان ماب ناخد فيه حجر الكهرباء، ماب ناخد فيه حجر الرياح، ماب ناخد فيه حجر الارض او الكهرباء، فراح يكون عنا 3 مابات كل ماب ناخد فيه حجر، بعدين الماب الرابع راح يكون المعركة العظمى ضد دكتور مونتي، فهدول كلهم كم مابات؟ 3 مابات نجمع فيهم الاحجار، والماب الرابع اللي هو نروح نقضي فيه على دكتور مونتي، فكان يعني معقول انه المابين القادمين الحزمة الثالثة والرابعة هاي مابين ناخد فيهم حجرين، بعدين السيزن القادم سنة الجاي راح يكون في 4 مابات، مابين لقصة الفوضى ومابين لقصة الايثر، مابين لقصة الايثر ماب ناخد فيه الحجر الاخير، والماب الاخير اللي هو خلص عنا الاحجار الاستفات الاصلية كلها هي المعركة العظمى ضد دكتور مونتي، شخصيات الكبيرة والصغيرة مع بعض، هذا الشيء اللي كنا متوقعينه، بس الحين مابين ما ادري مابين شو راح يعملوا فيهم، نستنى ونشوف، نستنى يعني ما انا ما ابي يحلبوا القصة، بس مو مابين 4 مابات يعني، بس نبي مابين زيادة مشان شيء نتحمس للسنة القادمة، يعني راح اكون صريح معكم لو السنة القادمة سيزون الجاي لقصة الفوضى بس انا راح اشتريه وراح العبه، بس انتوا اظن 50% منكم نسكم او اكثر راح يسحب ما راح تتابع فيديوهات، ما خلاص ما مو همك هالشيء، ادري قصة الفوضى خرافية بالنسبة لي جدا عجبتني وعدد جدا كبير منكم يتابع قصة الفوضى، بس الاغلبية والناس اللي يعني يحبوا بلاك اوبس عشان قصة الايثر عشان ريكتوفن وماكسس ونيكولاي وديمسي وقصة يعني قصة الايثر، فنستنى ونشوف. فاي شباب هذا اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى من هذا الفيديو لا تنسوا تشاركونا بالتعليقات هل انتم مع او ضد، رح تلاقوا في تصويت فوق على اليمين حاليا هل انتم مع او ضد نهاية قصة الزومبي مع الحزمة الرابعة، اتمنى تروحوا تصوتوا فوق على اليمين او على اليسار، واتمنى لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك وبس، كان معكم شركيال وشركة كيش كم فيديوهات تاني ان شاء الله، مع السلامة.